بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم المطبخ أمنا ريمانة حندير معكم دبيرة ولا فكرة فيما يخص تقشير الثوم. كما نعرفوا بزاف الناس تكره تقشر الثوم، خاصة كي تكون هذه القشرة تاعها تكون يابسة عليها بزاف. أنا هنا راح نعطيكم طريقة سهلة وسريعة في ثواني برك تقشري لا كونتيتي اللي تحبيتيها، خاصة كان عندك هكدايا عرس ولا وليمة ولا هكذايا اي حاجه تكون في المنزل وتكون عندك ولا حبيتي تخبيها تكونجليها كيما تحبي. طريقه تقليديه سهله، انا هنا كنت فصصت الثوم تاعي من الاول قبل ما نعرف هذه الطريقه رقيقه، كنت حطيتها في الماء بالطريقه التقليديه، حطيتها تعمري بسينه تاع الماء، تحطي فيها شويه تاع الملح هكذاك قسم مغرف، ومن بعد تزيدي عليها قطرات تاع الخل تاع قنبر وتبيتيها ليله كامله وهي في الماء هذاك. الصباح كي تنوضي نحي لها برك هذايا الراس اللي فوق هذاك القشره تنحى وحده. اما الطريقه السهله والسريعه اللي جبتها من المطاعم هذه هي، واش ديري؟ عندك الثوم تاعك منو كان تكون راس الثوم هكذا مشدود في بعضو، انا هذه قلت لكم كنت فصصتها من قبل ما عنديش راس الثوم شاد في بعضو، تقدري تحطيها ديريكتومون وتبداي العمل تاعك. وكي ولا حبيتي تفصيها هكذا ثاني هذه الطريقه تزيد تجيك سهله اكثر واكثر. عندنا الثوم والمكون الرئيسي لهنايا هي الفرينة، وتانيك لازمك ساشي دو بريفيرونس يعني يكون تاع كيما نقولوا تاع القماش، ولا ما عندكش تاع القماش ديري الطريقه اللي راح نديرها معاك دوكا. هنايا واش ديري؟ احكمي ان ساشي عادي، ساشي هكذا ولا ساشي اللي عندنا اللي نشريو فيهم، احكمي حطي هاد الثوم تاعك لهنا الداخل قبل ما تحطيها في الكيس هذاك ولا كاش قماش اللي يكون كاش كيس اللي يكون تاع القماش. احكمي الثوم تاعك ها كونتيتي هكذايا، من بعد احكمي هكذايا الفرينة تاعك، حطي هذيك الثوم كامل بهذيك الفرينة، مش غلا حد تقلي كاش حاجة هكذايا كيما نديرو في السردين كيما كل حاجة هكذا. ومن بعد واش ديري؟ قلت لك لا عندك كيس من القماش خليها، لازم يكون فيها ليسباس هكذا، ما لازمش تكون مبومبي هكذايا، لا لا لازم تكون هكذا مطلوقة. حتى لا كانت كمية كبيرة ديريها على زوج ولا على ثلاثة كيما تحبي. اعقدي هذاك الكيس لهنايا من فوق شوية برك هكذا باش ما تخرجلكش. قلت لك لا عندك كيس تاع القماش، هما فاش يديروها بكري كانوا هذوك الاكياس تاع سميد تاع فرجيوة يحطوا تما هذاك الكيس، الا ما عندكش غير طرشونه برك هكذا تاع المطبخ حطيها وغلقي عليها، هي نورمالمون تغلقي عليها هكذا تشديها، ويحكموها هما لي بلون طخافاي تاعهم ويبداو هكذا يخبطوا في البلون تاع طخافاي تاعهم. هذا انا ما حاش نخبط عليكم هكذا باش ما نديرش الحس بزاف، يقعدوا غير يخبطوا هكذايا واحد المده حتى تتفصص هذيك الثوم. انا واش راح ندير معاكم؟ كي ديت هذيك الطريقة وزت درت أنايا درت هكدايا، واش ندير؟ نحكم غير مغرف برك، ندير الطريقة تاعهم نخبط برك، وتانيك هاد الطريقة تانيك فعالة، نحكم هكدايا ونقعد نضرب في الثوم تاعي كامل هكدا حتى تفصص وحدها. شوفوا لهنايا علاش قلت لكم لازم كيس يكون تاع القماش، خاطرش هذايا راح يتقطع تخافوا الثوم تاعكم كاع تفرق لكم. ومن بعد بهذا الكوتي تاع المغرف زيدوا ديروا لها هكايا فوق الساشي غير بلا قنبر شويه شويه برك هكايا، قلت لكم ثواني برك، وهذيك الثوم تاعكم راح كامل تفصص. شوفوا لهنايا هاي ليك دوك نحلها، وهذا الثوم هاد الفرينه ما ترميهاش، لا عندك الثوم واحد اخرى تزيدي خدمي بها، وشوفوا لهنا كيفاش تفصلت وحدها هاي ليك، شوفوا وحدها تفصص هاي ليك، شوف لي ما داروش تقدري تزيدي تعاوديهم تمتاز ها كميه كبيره تقشريها في ثواني. دوك انا نحي هذه اللي دارت ولي تسيبوها مازال ما تقشر، تزيدوا عاودوا رجعوها تمتم زيدوا ضربوها 5 تنحوها. هذيك النتيجة الأخيرة بعد ما لقيتها من هذيك الفرينة اللي كانت فيها، شوفوا كيفاش تخرج. دوكا لهنا غسلوها
وديروا بها واش راكم حابين ديروها. كنتوا في وليمه جاكتو راحين تروحوها وتخدموا القدر تاعكم، كنتوا راحين تكونجليوها، خلوها تقطر مليح مليح، ومن بعد ارحوها في الروبو وحطوها في لي ساشي، ومن بعد قطعوها طريفات وكونجليوها. كانت هذه هي الطريقه تاع نهار اليوم اللي تقشرتو، ان شاء الله تكون عجبتكم. القرار نقول لكم ديروا لنا جيم لا فيديو، ابونيو القناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا، بارطاجيو هذه الوصفات مع الاصدقاء والاقارب. خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.